من المضحكات المبكيات محمد بن حسين تعاقب خاطر مقابله النجم الساحلي النادي الافريقي الاخير مقابله الكاس اللي ترشح فيها النجم الساحلي على حساب النادي الافريقي بهدف لصفر، اللي هي بالعكس مقابله ممتازه. ثم مراقب اللقاء السيد عاطف يعقوبي اللي مشهود بالكفاءه والنزاهه، الشكر اللي عطاه لي في حجره الملابس معناتها غير عادي. السيد جميل بركات بعد المقابله اتصلنا ببعضنا تقريبا 20 ولا 25 دقيقه هو يشكر. السيد عوز الترابلسي متصل به بعد 24 ساعه، العاده يقول لي على السلامه في الهاتف، المره هذه قال لي مبروك الانجاز نتاعك. وسكت الفم الكل. انا نعرف شكون اللي خذ القرار. السيد وديع الجري رئيس الجامعه هو اللي خذ القرار بصفه احاديه الجانب. هذا شيء متاكد منه كما متاكدين منه الناس الكل. دونك هنيئا له بهذا القرار. هنيئا له بهذه العقوبه. ونأكد لك خويا مهدي عقوبة مضاعفة. عقوبة مضاعفة وفيها برشا معاني وفهمتها. معناتها أنا تكفيني العقوبة من الخروج من القائمة الدولية اللي أعلن اعتزالي بصفة رسمية محليا ودوليا، لكن زاد أردفها بعقوبة بثلاثة شهور. برشا ناس ما فهموهاش العقوبة بثلاثة شهور. خاطر أنا حكم دولي إلى آخر 31/12/2015. عطاك عقوبة خروج من القائمة الدولية باش ما تصفرش في 2016 على النطاق الافريقي، وما تستغلش الثلاثة شهور اللي عندك فيهم الحق الاخر شهر 12/2015 باش تصفر فيهم على المستوى الدولي. دونك العقوبة اللي ما فهمتهاش برشا عباد هي عقوبة مضاعفة وفيها التشفي. قولوا بارك الله فيك سيد وديع. كما يعرفوا برشا ناس والرأي العام الرياضي وحتى المسؤولين المشرفين عليا كلهم يعرفوا أن محمد بن حسانة من 2012 ل 2015 برسك حكم دولي معناتها بصفة سورية. علاش؟ والله باش تجرني باش نفتح موضوع كبير، نتمنى تو ما نجمش ما نحبش نجبد الموضوع هذايا على خاطر بتاتر باش ممكن نفجر قنبلة كبيرة، لكن نكتفي أنه ثم مسؤول من جمعية أنه وصل وشاية لطارق بوشماوي، السيد طارق بوشماوي مالوريزمون خذاها بعين الاعتبار وقع تجميدي في اونيفو دو لافريك. وقرار الاعتزال هذه لا رجعة فيه. معناتها كما فورسي هي الاجواء الملوثة. لا شيء غير ذلك. وهذه فرصة باش نشكر كل الناس، صدقني خويا مهدي مئات الاتصالات وبخلاف ما نجموش يتصلوا بيا وكلهم مسانديني، وهنا عرفت محبة العباد. الإشكالية مش في العقوبة، الإشكالية في النص نتاع العقوبة، الموتيف اللي تحط، الموتيف اللي تحط يقولوا عدم انضباط، كيقولوا عدم انضباط راهو برشا معاني، ما يسالش، يقولوا يعطوه الموتيف الصحيح ومن حقهم يعاقبوا المدة اللي تصل حلم، ولكن اللي معناها يقول راهو ما حضرش في كور وعاقبناه واستبعدناه من السيمينار، في بالي يوفى غادي، مش من بعد يرتفوني بعقوبة ثلاثة شهور، ولمانور اللي العقوبة تصدر على المكتب الجامعي، وأنا مرجع نظر إدارة وطنية، أنا أنتمي لإدارة وطنية. إذا كان معناها الإدارة الوطنية ما خدتش فيها قرار ياخذ فيها المكتب الجامعي، أنا مانيش انترناسيونال. العقوبة هذه بالنسبة لي نشوفها تعسف، نشوفها استغلال نفوذ أكثر من اللازم، خاطر اللي ما يحضرش كور يعاقبه بثلاثة شهور، معناها إذا كان أي واحد ما يحضرش كور يعاقبه بثلاثة شهور من ديسمبر مابقاش نلقاو حتى عربية اللي يزفر.